يوم ما الزمالك بيكسب ابيض ولا اسود؟ يعني ممكن تقولي كروهات عشان انا اهلاويه، بس برضو بتبسط للزمالك لما بيكسب. يوم ما اتجوزتي الفنان سناء شافع؟ كنت سعيده جدا وكان اختياري وكان ابيض اكيد. ويوم طلاقك؟ كنت ابيض برضو لانه كان اختياري. كنت سعيده ولا كان في وجع الست اللي بتتطلق؟ عايزه الصراحه كنت سعيده. كنت سعيده ما حسيتيش باي وجع؟ لا. حسيتي ان طفولتك او شبابك اتسرق منك؟ لا ما لحقش لان جوازه كانت سريعه. يوم ما قررتي تفتحي كافيه؟ ده فوشيا وابيض واسود واحمر وكل الالوان. انا محمد رياض وطارق جيوشي وسام كنا اربعه وكانت هو خسر؟ وكانت تجربه ناجحه جدا اول سنه، بس الظاهر احنا يعني غلينا في ان احنا عايزين كل حاجه حلوه وشيك وبتاع وانا قلت بلاش شيشه، اصل الشيشه هتبوظ البتاع. اتبي بقى الشيشه هي اللي بتكسب الكافيه. طبعا لو ما فيش شيشه ما فيش كافيه. حاولنا بقى عملنا كتير حاجات كتير قوي، بقول لك كل الالوان لان عملنا الديكور احمر وعملنا اسود، عملنا كل الالوان عشان نكسب، بس ما كانش رزقنا في المكان. يوم ما نزلتي التحرير يوم 30 يونيو؟ 30 ولحد التنحي ده من انصع وانقى الايام اللي مرت على مصر من عدد كبير من السنوات، لان احنا انقذنا البلد. تحيه للشعب المصري والجيش المصري والشرطه المصريه. امتى دموعك بتنزل وبيبقى يوم ابيض ولا اسود؟ دموعي بتنزل على فكره مش شرط في الحزن، ممكن من كتر الفرحه. وانتي انسان حساسه، انا شايفه انه كمان حتى في المشهد اثر فيكي بالظبط. فالدموع بتنزل، فممكن تبقى في ابيض وممكن تبقى في الاحزان. لما بتحزني بتعيطي بحرقه ولا هي دمعتين وخلاص شكرا؟ يعني يمكن اكتر مرتين عيطت بحرقه في وفاه مامتي الله يرحمها، وبعديها بكام سنة في وفاة الكاتبة منى نور الدين الله يرحمها. طيب انت بتخافي؟ من الضلمة يعني ومن كده ولا بخاف؟ عامة بتخافي في حاجات كتير بتخافي منها؟ بصي انا ما بخافش من اي حاجة خالص غير ان مثلا النور يتقطع وانا لوحدي في البيت وادور بقى على الشمعه وبعدين اقول ايه عادي انت عارفه المكان فخليكي كده. بس لكن لو قصدك على الخوف من الموت من المرض. لا هنشوف دلوقتي، هنشوف هتقدري تتحدي خوفك وبتخافي ولا لا. جاهزه؟ جاهزه. ايه هتطلعوا لي تعبان ولا لا؟ مفيش كاميرا خفيه. هنبتدي فقرة أنا والمراية مع الفنانة الجميلة ندى بسيوني، وهنشوف يا ترى عقارب الساعة قدرت تاخد منها ولا اديتها؟ ودكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل منورنا. أهلا بيكي، منورة دايماً وندى متألقة كالعادة. بتخافي من المراية؟ بحب المراية. بتحبي المراية؟ طب أنا أقول لك حاجة؟ كل الستات بيحبوا المراية. لا، لما بتبصي في المراية وتحترمي وتحبي اللي في المراية دي يبقى انت ماشيه صح في حياتك. صح. وهي بتحبها كمان على فكره، يعني زهلتني علشان لما احنا حطينا ندى على الايفالويشن والتقييم بالسيستم بهرني بقى ايه النتيجه اللي طالعه. احنا كلنا اتبهرنا. احنا في الكواليس كان بيقول لي ايوه، انا ما صدقتش بصراحه، بس ما شاء الله يعني. أيوة. مش عاوزين نحسدك. طب ايه مش عارف. هو انا قبل ما افاجئك يعني بالسن اللي طلع الظاهري عن طريق السيستم يعني، بس انت فعلا يعني اللي بهرني ان انت على الحقيقه غير ما كنا بنشوفك حتى في المسلسلات الاخرانيه شويه. لا يمكن يعني في مليكه الاضاءه كانت مختلفه وشكلها مختلف يعني. لا بصي في مليكه المفروض ان انا شخصيه حصل انفجار، بنتها اتفجرت، ماتت مشوهه في حادثه رهيبه،
فكان الميك اب معمول عشان تبان عليها ارهاق ويبان عليها الانسان لما بيزعل بيعجز. وكان طريقه الكاميرا الواطيه بالاضاءه الخافته قوي عشان تعمل الاتموسفير ده وتساعد بجانب الهم بتاع الشخصيه. هم الشخصيه كبير يعني بيأثر على الملامح. صحيح ده حقيقي. طيب ايه رايك نوريها الصوره؟ طلعت عمرها قد ايه؟ هتفرح جدا. والله مش عارفه شكلكم عاملين ايه. لا خالص لا مش مقلق خالص. بصي خالص. بس السيستم مطلعك ايه؟ مطلعني 34 سنه. 34 حقيقه يا جماعه. مش قصدي حاجه والله بس انا اتبسطت يعني ان بس يعني الصوره مبرقه. الصوره الصوره جايه على سهوه شويه. جايه على سهوه. انت ما كنتيش مركزه في الصوره يعني. بس يعني قولي لي بقى، سنين اديتك ولا خدت منك؟ لا ادتني.